مكونات سريد الدجاج، كيلوغرام من الدجاج، 500 جرام من البطاطا، 500 جرام من الجزر، 500 جرام من الكوسة، 25 جرام صلصة طماطم، 200 جرام بصل، 20 جرام ثوم، 3 قطع من اللومي، 10 جرام من الملح، تشكيلة كبيرة من البهارات، كمون 5 جرامات، قرفة ناعمة 5 جرام، كزبرة ناشفة 5 جرام، فلفل أسود 5 جرام، 3 ترغفة من خبز المرقوق، زيت زيتون، كركم ملعقة صغيرة، فليفلة 300 جرام. أول شغلة رح بلش فيها، طنجرتي عم تحمى، حط لها شوية زيت زيتون، بحط البصلة على النار لأنه أكتر شيء من الخضار اللي بياخد وقت بالتقلية هو البصل. برجع بحكي أنا وياكم عن هالألوان الحلوة تبع الخضرة، ومنقول شو بيفيدني لون الخضرة. عادة بيجذبنا لون الخضرة الظاهر شوي، يعني إذا عم بتطلع بشقفة جزر أو كوسة أو خيار أو حيلا نوع من الورقيات اللي لونها أخضر، طالما أنه اللون تبعها ظاهر دلالة على وجود كمية فيتامينات كتير كبيرة بقلبه. يعني وقت اللي منجيب باقة سبانخ لقول أو منجيب حبة فليفلة وبيبقى اللون تبعها ظاهر، يعني خضارة فائع، إذا كان لونها أحمر بيكون اللون الأحمر تبعها ضاقن وظاهر جدا، هيدي دلالة على غناها بالفيتامين أكثر من خضرة دبلانة أو خضرة ألوانها فاتحة. حطينا البصلة على النار. السريد وما هو السريد؟ المرق وما هو المرق؟ اليوم رح نشتغل طبخة نحن وياكم عربية بامتياز وخليجية كمان بنفس الوقت وطعمتها كتير طيبة، فيني سميها على الطريقة اللبنانية يخمة أو راجو. رح نحط كمية كتير كبيرة من الخضار المشكلة والمنوعة قدامنا، الفليفلة الغني بالفيتامين سي، الكوسة الغني بالفيتامين دي، الجزر الغني بالفيتامين بي، والبطاطا الغني بالنشويات. تخيلوا معي عم ناخد بروتين الدجاج، البروتين الحيواني الطيب، مع كل هالفيتامينات مع المرق، تخيلوا مالله طبخة سريد رح تطلع معنا. قوينا النار على البصلة، هيدا أحلى تحريك بالعالم. دايما بنسأل شيف ملقعة الستانلس ولا ملقعة البلاستيك ولا ملقعة الخشب أحلى بالشغل؟ أحلى طريقة للشغل هي كل مرة ألقط الطنجرة تبعولي ولكها بهالطريقة هيدي، لأنه بهالطريقة كل المواد الدهنية بتبرم، كل الخضرة الموجودة بقلب الطنجرة بتبرم، والحرارة بتوزع عليها كلها سوا. حطينا البصل الناعمة، حطينا حوالي 5-6 حبات الثوم المفرومين. كل مرة بكون عم طبق شغلة بيخطر عبالي سؤال، بقول بشارك هيدا السؤال أنا والمشاهدين، أي أفضل، الثوم المدقوق ولا الثوم اللي منفرمه على السكين؟ الاثنين عندهم مواصفات. طبخة مثل هيدا الطبخة حلو يكون ظاهر فيها حبوب الثوم لأنه بتوازي البصل المفروم وبتوازي قطع الخضرة الموجودة قدامي. بس إذا عم حضر مرق للملوخية لازم الثوم يكون ناعم ومدقوق على دقة الثوم، لأنه بين الثوم والكزبرة والمرق قبل ما حط الملوخية ما لازم يكون عندي مربعات صغيرة ظاهرة، بعكس هالشي الموجود بهالطبخة. بتبلش العطر أو الأروم الطيب تبع البصل والثوم يظهر. في عندي قطع دجاج حوالي 1 كيلوغرام تقريبا، مقطع ل 8 أو 9 قطع. كترة التحريك منا إيجابية وخصوصا بهالحالة هيدي. بعد ما حطيت الدجاج رح أطبق على الطنجرة كرمال الحرارة والبخار الطالع يسيطر على الفروج من تحت كحرارة ومن فوق بيضرب البخار. بس رح أعطيكم مثل صغير، مجرد ما طبقتها وفتحتها طلع شوية بخار وبعدها القلية بأولها، مجرد ما طلع بخار قوي بيضرب بيه غطى الطنجرة وبرد على الدجاج من فوق، ببلش يستويه، ببلش يرفع له حرارته، وبنفس الوقت من ميلة تحت الزيت السخن مع البصل مع الثوم بيستوي الفروج.
في عندي كميه كتير كبيره من البهارات الحلوه والشهيه، غير انه الوانها حلوه، ريحتها رائعه وطعمتها ولا اطيب من هيك. الكزبره اليابسه تقدر احصل على ملعقه صغيره وهيدي ملعقه ثانيه صغيره بوزن تقريبا 5 جرامات. انا بحاجه لواحد باقه كامله خضراء، يعني اذا بجيب باقه خضراء، باقه كزبره خضراء، بجففها وبيبسها وبطحنها، بيطلع عندي هول الملعقتين الصغار اللي انا اعطيت فرجيتكم اياهم او اللي حطيتهم بالطبخه. يعني تخيلوا معي وقت بحط 4-5 ملاعق كبار بشي طبخه، يعني حاطط ما يعادل 10 باقات كزبره اروماتيك، لانه الكزبره هي من الخضار العطري، الخضار اللي بيعطي اروم وبيعطي نكهه طيبه. خلصنا من الكزبره، نجي على السينامون، على القرفه الناعمه، فلفل الاسود الحار عم بقل استعماله بالمطابخ ان كانت العربيه او الاجنبيه. عم نروح على بهار حب اسود، شويه كراشت بيبر، ممكن نطحن شويه بهار لما بيخلص الطبق او شقفه الستيك اللي عنا. ما راح استعمل كثير، راح احط حوالي نص ملعقه صغيره. اطيب بهار عند الشيف سليمان، وفعليا هو اطيب بهار عربي، الكمون، وما ادراكم ما الكمون. حيلا شي بكون عم باكله بحط له رشه كمون وعصره حامض، تتغير طعمته وبتطيب من طيب الى اطيب. العقدة الصفراء أو الكركم المطحون، كمان ملعقة للون وملعقة كرمالي وملعقة كرمالكم. لا، آخر ملعقة ما حطيتها، بس قلت بركة. ملح تقريبا عندي 1 كيلو من الدجاج، وراح أحط له 1 لتر من المي. بدي أول ملعقة كرمال الدجاجات وتاني ملعقة كرمال المرقة. هلا ان الوقت اني احرك اول تحريكه. شو بكون عملت؟ بكون قلبت الدجاج اللي كان من ميله فوق لميله تحت، وخلطت كل البهارات مع الدجاجات. بحاجه ننطر هالطنجره حوالي 4-5 دقائق ليكمل اندماج المواد الدهنيه مع البهارات مع الدجاج. هلا صار الوقت نجيب مية السخنة ونحط المي فوق الدجاجات، فوق كل البهارات وكل الآلية الشهية اللي عملناها. إلزامي إنه نحط مي سخنة، بسرع طبخ، بيعطيني طعمة أشهى، بينما وقت اللي بحط مي باردة تاخد فترة زمنية أطول لتغلي ليغلي الدجاج، بينما بمية السخنة بفترة أقل تعطيني طعمة أطيب. ملعقة صغيرة، ملعقة تانية، وملعقة ثالثة من صلصة البندورة. تحريكة بنفس اللحظة اللي أنا عم حرك، المي عم تغلي، هلأ ببلش يحل اللون الأحمر تبع صلصة البندورة، بيعطيني الطعم الطيبة. عادة لما منقلل الدجاج ما بطوف عنا زفرة، هيدي العبارات المستعملة، سلقنا دجاج شيلوا له زفرته. لما منقلل الدجاج مع البهارات كل الإفرازات اللي بتطلع بتحترق بالحرارة، بتحترق بالزيت مع البصل، ما بيعود يطلع زفرة، كل شيء بيطلع على الوجه بيكون إما من رب البندورة أو من البهارات. رح سكر أنا وياكم فترة شي 25 دقيقة، بيكون الدجاج بلش يحل، بلش يستوي اللحم عن العظم، تكون طبختنا ماشية رول اند رول. رجعنا معكم، الدجاج تقريبا بثلاث ارباع استوائه. بدي بلش حط الخضرة الخاصة بالثريد، بطاطا اولا، من ثم الجزر، تحريكي وحدة، نرجع بنحط الكوسة، فليفلة الخضراء، الكزبرة الخضراء، حبتين من اللومي. من دون ما حرك بطبق عليها. شو بيكون عم بيصير؟
حركت مع البطاطا والجزر والدجاج، ببلشوا يغلوا بياخدوا بعضهم، بيستووا قبل، يعني هني بحاجة لفترة زمنية أطول من الكوسة. حطيت الكوسة ما حركته، حطيت الفليفلة ما حركتها، حطيت الكزبرة وما حركتها. تستوي البطاطا ثم الجزر ثم الكوسة ثم الفليفلة، وبعدين بتقشط الكزبرة وبتحل النكهة على كل طبخة السريد تبعنا. طبختنا ما بدي أقول أشرفت على النهاية، انتهت. هيدا الغليان اللي عم بتشوفه، هيدي البقبقة، عندها وظيفة كتير مهمة، إنه تدمج مرق اللحم مع نكهة الخضرة مع كل الفيتامينات مع الطعم الطيبة. هلأ حبوب اللومي بشيلهم على جنب، ورح شيل كمان هالكاسة اللي قدامي، عبيها من المرق ومن خلاصة هالمرق الطيب، مزيج كتير من الخضرة، النكهات الطيبة مثل ما سبق وكنت عم قلكن، البطاطا والجزر استووا بالأول، بعدين الكوسة، بعدين الفليفلة، بعدين الكزبرة فاتت بكل الطبخة، وأكيد الفروج كنا مستويينه تقريباً 60-70% قبل ما نحط الخضار. دايماً بدنا ننتبه لما يكون عم نشتغل بالمطبخ، بدنا نكون عم نشتغل بطريقة سيف، يكون عنا كفوف، يكون عنا فوط، نكون قادرين نحمل الأشياء السخنة من دون ما نحرق حالنا. ألوان خضار شهية، ريحة ولا أروع من هيك. هالميلونج اللي عملناه أو الخليط اللي عملناه للبهارات للسريد عطى ريحة حلوة، وأكيد عطى طعمة طيبة. هولي براعم البقلة شغلتهم يعطوا رونق صغير، ألوان حلوة. لون البطاطا الأصفر أخدته من العقد الصفراء أو من الكركم، اللون الأحمر من صلصة البندورة، حبوب اللومي، وهيدا طبقنا لليوم. عدة أسباب خلت السريد تبعنا اليوم شهي وطيب، الخضرة، بس في شيء كمان أساسي هي حبة اللومي اللي حطيناها. في بعض الوصفات بتقول لازم نسقبها تيفوت عليها من المرق وهي تطلع إفرازاتها، أنا حطيتها مثل ما هي، ومثل ما شفتوها نافشة معي بالمرقة كافية إنه تعطينا الطعم الطيبة.